نسخة سنة 2011 من سيارة فورد موستانغ بتوفر مستويات جديدة من التشويق والإثارة من خلال تقديم خيارين للمحرك. الأول بقوة 305 أحصنة سعة 3.7 لتر و6 أسطوانات، والمحرك الثاني سريع لسيارة موستانغ جي تي بقوة 412 حصان وسعة 5 لتر و8 أسطوانات. ترفع سيارة موستانغ كمان المستويات من ناحية ميزات التكنولوجيا لسنة 2011 مع مسج سنتر موجود بلوحة عدادات ومؤشرات القيادة ومرايات للكشف عن الزوايا الخلفية غير المرئية بالمرايات الجانبية. وبيتوفر المفتاح المبرمج مايكي كميزة جديدة بموستانغ، وهو بيسمح للمراهقين بالقيادة بأمان أكبر وبيشجع على ربط أحزمة الأمان. تسمح الميزة للمالكين ببرمجة مفتاح السيارة من خلال المسج سنتر الخاص بالسائق كرمال إدخال ميزات مثل سرعة السيارة القصوى المسموحة ومستوى الصوت الأقصى المحدد، وإلغاء إمكانية تعطيل نظام التحكم بالدفع، إلى جانب إعداد إنذار متواصل للتذكير بربط حزام الأمان بنظام بيلت مايندر والعديد من الإنذارات الصوتية وبتخطي السرعة المحددة مسبقاً. وبتتوفر ميزات إضافية للسلامة، منها مثلا نظام السلامة الشخصية Personal Safety System يلي بيشتمل على ايرباكس بيشتغلوا على مرحلتين للسائق والراكب الأمامي، وأحزمة أمان مع بريتنشنرز، ونظام بيلت مايندر للتذكير بربط حزام الأمان. التحسينات الإضافية وصلت كمان للمنطقة الخارجية من خلال الواجهة الأمامية والفريف الخلفية بالإضافة للصفائح السفلية الواقية. ميكانيكياً، المحرك V6 الجديد مصنوع بالكامل من الألومنيوم ضخ دبل أوفرهيد كامشافت، وهو بقوة 305 أحصنة، بيستهلك لتر كل 13 كيلومتر على الطرقات السريعة بالتعاون مع ترانسميشن ب6 سرعات. وبيضم طراز 2011 كمان محرك V8 سعة 5 لتر ب4 صمامات، وبيشتغل بتقنية دول كامز المستقلة مع التوقيت المتغير للتزويد بالبنزين TiVCT بموستانغ جي تي الجديدة. ومن المتوقع أنه يكون التوفير باستهلاك البنزين أفضل من الطراز السابق ورائد بهالفئة من السيارات. المحرك بيهدف لإنتاج عزم دوران قوي، فبتوصل سرعة دوران المحرك ل 7000 دورة بالدقيقة، بالإضافة للهدير الميكانيكي الرائع يلي بيطلع له عشاق السيارات الكوبيه الرياضية بين السرعة والتانية. هالطاقة الحصانية العالية بتنجم بحد كبير عن تقنية TiVCT يلي بتأمن تحكم متغير بتشغيل الصبابات على كل سرعة دوران المحرك. وممكن للسائقين الاستفادة القصوى من قوة محرك V6 من خلال ناقل الحركة الجديد بالكامل الأوتوماتيكي أو اليدوي ب6 سرعات. بفضل هالقوة الحصانية المتوفرة قياسياً، خضعت سيارة موستانغ 2011 لتحسينات على مستوى الشاسيه كرمال المحافظة على التوازن المثالي وأداء القيادة يلي بيتوقعوا مالكين سيارات موستانغ. وتم تحسين ضبط السسبنشن كرمال تأمين انتقاله مريح على الطرقات السريعة، بالوقت يلي بتشتغل وصلات التحكم الخلفية السفلية الجديدة على تحسين الصلابة والتحكم بالقيادة للحصول على استجابة أفضل على الكواع. فورد ماستانغ 2011، اسمعوا الصوت. تيبيكال ماسل. عم تحكوا عن سيارة 5.0، عم تحكوا عن كوكبيت ارتب، حتى البلاستيك نوعيته اعلى، شوفوا الكروم فينش، هون عندنا كمان شيء بيشبه الكربون، جرافايت، 3 سبوك ستيرنج ويل مع كوماندز وكنترول عليه. بس انا اكيد مش هذا اللي بهمكم بهي السيارة. الحدث هون كان اكثر هو نوع من اكسبيرينس، لان بريكينج، هاندلينج، وكمان شوية اكشن ان دارك مود اندورز اكثر ما هو تراك، بس رح اعيشكم اجواءه. انا بعرف انه كثير منكم بحبوا يشوفوا شوية اكشن ويسمعوا الصوت من جوا، رح ننتقل لنشوفها سوا. تراكشن كنترول اوف، طبعا لازم نسمع صوتها العربية. نفتح الازاز شوي. سكر، مش المفروض تدست علينا. Typical American car, sideways, fun. كيف بدكم تاخدوها؟ بس الأهم من هيدا كله إنه السيارة بتنساق كل يوم، والسيارة عندها الباور وبتصلح قوام، تحطوها محل ما بدكم. كنت حبيت على الاوتوماتيك يكون عندنا بادل شيفت. وفي شغله مهمه لصالح السياره هي السعر. ماستنج عربيه باكج مثل ما عم تشوفوه، في لكجري وفي جلد وفي الاسم وفي سكاي روف، وبنفس الوقت افوردبل كار. عشناها شوي من جوا، رح نشوفها من برا بنعيشها سوا.